أنا جيت أتدرب للسواقة، مبسوطة كتير كونه المدربة امرأة، في أريحية في التعامل، بسأل بتجاوبني بدون أي مشكلة. عملي كمدربة قيادة سيارات بدأت من حوالي أكثر من 3 سنوات، كانت أول خطوة نسائية بقوم فيها. الفكرة كانت مميزة جدا وفريدة، الإقبال كان رائع جدا كخطوة جديدة وعمل جديد ما كان مسبق له. كان عندي إقبال شديد لتدريب النساء، تقريبا لحد الآن أنا مدربة أكثر من 1000 متدربة، أقل شوي يمكن أو أكثر شوي، يعني العدد بالضبط ماني حافظته، بس العدد كان كبير بالنسبة للوقت اللي نحن فيه. تعليم السواقة كان الطلب، بس كان فيه له شوية قيود. القيود كانت بعض العوائق اللي تواجهنا من نظرة المجتمع لقيادة المرأة للسيارة، النظرة إنه المرأة هي اللي بتعمل حوادث، هي اللي ما بتعرف تسوق، ما بتركز. هون البعض كان متأثر، بس وقت اللي صارت الفكرة وانطلق المشروع بالعكس كان الإقبال كتير شديد، وشوي شوي بلشوا يكسروا حاجز الخوف، حاجز انه انا امراه ما لازم سوق. لا الحمد لله صار في اقبال شديد والعمل اخذ مجال واسع جدا. ضروري التعليم للمرأة قيادة السيارة، ما شرط يكون السواقة للرفاهية والمشاوير فقط، لا في عنا أمور تانية أهم، ممكن يكون في عنا حاجات فرضا إسعافية، حالات إسعافية اضطرت المرأة لغياب الرجل عن البيت، ممكن تقوم بالواجب يعني وتاخذ إسعاف، ممكن توصيل الأطفال للمدارس، ممكن قضاء حاجات البيت، فالأمر ما بيتعلق فقط إنه نحن لازم تكون السواقة للترفيه، الأمر أوسع من هيك كتير.